السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة كده هنكتب مع بعض جملة بخط ديواني، وهي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. انت في البداية بتكتبها طبعا بالقلم والرصاص كده، بإيه؟ بسرعة. وبعد كده بتبدأ ان انت تنفذ بقى القلم والرصاص. ليه؟ جميع الخطاطين الكبار حتى بيكتبوا القلم والرصاص الأول قبل ما بيشتغل بالقلم البسط. اهو بتكتب بالقلم ايه؟ الرصاص. ليه بتكتب بالقلم الرصاص الاول؟ علشان يبين لك الكتابة اللي انت ايه هتشتغل عليه. ممكن اساسا تكتب بالقلم الرصاص وما تمشيش على الكتابه، يعني بعض الحروف مش هتمشي عليه، مش هتمشي على القلم الرصاص. ولكن القلم الرصاص بيديك حريه ان انت تعمل النص بتاعك باريحيه، او تشتغل في النص بتاعك ايه باريحيه. تعرف الى الله تعرف إلى الله في الرخاء هنعمل منظر جمالي هنا كده عشان نملأ المساحة دي. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اللي اتفرج على بالقلم الرصاص، تعال نكتبها بالراحة كده أهو، وهنكتبها بأسلوب إيه يعني مختلف شوية عن الأسلوب اللي فوق. وبسرعة أهو، تعرف
إلى الله في الرخاء يعرفك على ديواني مصري، على ديواني تركي، على ديواني بتاعي أنا خاص بي، يعني من ده على ده. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. دي قدامكم أهي، ودي قدامكم، يعني طبعا نطلع فوق شوية بس كده، أيوة كده، دي قدامكم ودي قدامكم. أنهي الأجمل من وجهة نظرك؟ اكتب لي في التعليقات. رقم واحد هنا، دي رقم واحد ولا رقم اتنين؟ عايزك تكتب لي في التعليقات أنهي الأجمل فيهم، أنهي الأجمل فيهم. وطبعا دي حرية شخصية لك، تختار دي او تختار دي، ايا كان. فانا بس يهمني رايك في الاول وفي الاخر، يهمني رايك كمتابع لنا على القناه، دي افضل ولا دي افضل. واكتب لي برضو يعني افضل من وجهه نظرك السبب، ليه السبب هي افضل بالنسبه لك، ليه. اذكر لي محاسن او مظاهر القوة بالنسبة لك اللي خلتك تختار رقم واحد أو اللي خلتك تختار رقم اتنين. وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. وما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.